وحول تقرير الصليب الأحمر الفرنسي الذي تحدث عن قدرات الحكومة في بغداد في مواجهة الكوارث المنتظرة في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياك الله. حياكم الله أستاذ علي. يعني بحسب منظمة الصليب الأحمر الفرنسي فإن العراق ضمن قائمة البلدان الأكثر تعرضا للمخاطر. السؤال هنا، هل سيتحمل المواطن العراقي الذي يعاني أصلا من أزمات اقتصادية، هل سيتحمل الكوارث المحتملة التي تتحدث عنها المنظمة الدولية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لك ولجمهورك الكريم. بالحقيقة هذا ليس التقرير الأول ولن يكون الأخير الذي عدته منظمات ودول أممية بتحذيرات للعراق بأنه سيكون منطلق للإخفاقات البيئية والصحية، وربما الكوارث تتوالى على العراق بسبب فشل المنظومة الحكومية على قيادة المرحلة. وإذا أردنا أن نستعرض أهم المرتكزات التي فشلت فيها الحكومة فعلينا أن نبدأ بالفشل السياسي، فالفشل الاقتصادي، فالأمني، فالتربوي، فالصحي، فالاجتماعي، ثم الزراعي والصناعي. الحكومة للأسف الشديد فشلت في كل هذه المراحل حتى وصلنا من البلدان المهددة بما تذكره التقارير الأممية. وحتى نكون منصفين ونكون صريحين في حديثنا، ليس السيد الكاظم الذي هو على رأس هرم السلطة لن يتحمل وحده مسؤولية الفشل، وهو الرجل الذي جاء به كمرشح تسوية باعتبار أن ليس لديه لا كتلة ولا حزب كبير يسنده في مهامه. الحقيقة سيدي العزيز، نحن نعاني ليس من مشكلة التشريع، ما شاء الله لدينا كثير من المشرعين ومن الذين يصدرون القوانين عفوا، ولكن الخلل يكمن في التطبيق. نحن نشرع ولكن لا نطبق، وإن طبقنا فسيعم الفساد في أورقة العمل وتذهب الأموال التي أعدت لهذا العمل أو هذا المشروع. طيب، لا جيوب باعتبار أن تلك الكتل أو تلك المنظمات تحتمي وراء حيتان فساد ابتلعت الأخضر واليابس. نعم السيد علي، يعني بالنسبة لحال المواطن العراقي في حال لا سمح الله فعلا حدثت هذه الكوارث التي يعني ذكرت في تقرير الصليب الأحمر الفرنسي، كيف سيكون حال المواطن العراقي؟ والله يا سيدي العزيز، حال المواطن العراقي لا يسر، والمواطن العراقي يعيش في أزمات متلاحقة ويعيش في حيرة من أمره، ماذا عساه أن يفعل؟ وكل الذين يحيطون به أصبحوا يبحثون عن مغانمهم ويبحثون عن ما يفيدهم ويتركون المواطن العراقي يصارع الأمرين. نحن الآن في الداخل نعاني من أزمات أقل ما تطلع عنها أو أقل ما تكون هي الأزمات الصحية. يعني تعرف حضرتك، إحنا لهذا العراق البلد العظيم الذي كان يشار له بالبنان، اليوم نفتقد إلى لقاح. أجل السامعين، عضة الكلب يعني قبل فترة وتاقلته وسائل الإعلام، طفل راح نتيجة عضة كلب سائب ولا يوجد في مستشفيات بغداد العاصمة، خلي يسمع المسؤول، لقاح لهذا اللي كان موجود حتى في الأقضية والنواحي. إذا وين وصلنا لحالة من التردي؟ ناهيك عن المدارس الطينية، ناهيك عن المعامل المعطلة. المواطن العراقي تحمل ولا زال يتحمل، ولكن ماذا عساه أن يفعل؟ يعني الخرج. نعم سيد علي، يعني بالمناسبة بما أنك أتيت على موضوع القطاع الصحي، يعني يبدو أن البلاد مقبلة على كما أقبلت على موضوع كورونا أو أقبلت عليها كورونا، هناك أوبئة، يعني هناك تحذير من انتشار الأوبئة في هذا البلد. هل يبدو القطاع الصحي مستعدا؟ هل هناك خطط طوارئ؟ ما الذي يمنع الحكومة من إطلاق خطط للطوارئ كما في جميع دول العالم؟ يعني لا يخفى على أحد بأننا أمام تحديات كبيرة وأمام كوارث طبيعية وكوارث صحية وأوبئة، والعالم كله يشكو ويبث بأن أكو أمراض جديدة ومستحدثة وأوبئة لم يكن العالم يعرفها بدأت تظهر على السطح. لذلك كل الدول تهيأت وهيأت نفسها، لقاحاتها، مستشفياتها، إلا العراق لا زالت. تعرف حضرتك، إحنا اليوم لازلنا لدينا مستشفيات مبنية بالسندويش فنر
واعتقد حضراتكم هناك انه هناك كوارث حصلت بالنسبة لمستشفى الحسين ومستشفى أيضا ابن الخطيب. لان هذا السندويش كان في داخله ماده قابله للاشتعال، ماده اسفنجيه مضغوطه. طيب احنا كيف نعالج؟ وكان العراق من يعني يعتمد دول القريبه الخليج وغيرها كانت تتشافى في مستشفياته، في مستشفيات مدينه الطيب وغيرها من المستشفيات الراقيه. هذا الموضوع رغم تكرار تحذيرات الساده الاطباء، احنا حتى نكون منصفين، لدينا كادر طبي مميز، الطبيب العراقي متميز بعقله، متميز بابداعه، متميز بتفانيه في عمله، وحتى في الدول المتقدمه لما تروح المستشفى راقي تلقى الطبيب عراقي. ولكن للاسف لانه البنى التحتيه للمستشفيات منهاره، والدوله ما تخسر تاتينا بمصال او بهذه المناسبة، هذا الإهمال الصحي من قبل الحكومة وعدم المتابعة للكوادر، ألا ينذر بهجرة هذه الكوادر أكثر فأكثر؟ طبعا احنا شهدنا كثير من هجره الساده الاطباء والساده العباقره الذي كان يعتمد عليهم العراق في الزمن السابق. ماذا يفعل الطبيب عندما لا يجد من يهيئ له ما يريد ان يقدمه للمريض؟ ما يجد. ماذا يفعل الطبيب اذا اهين من قبل شخصيات مهزوزه لانها من الحزب الفلاني او من الكتله الفلانيه؟ نحن نعاني امرين للاسف الشديد. لا توجد لدينا خطط، يعني احنا هسه اليوم نعيش في حاله التصحر، وكثير من الذين اطلقوا التحذيرات بان العراق قادم على تصحر كبير وقادم على جفاف الانهر. لا توجد هناك دراسه معمقه، نحن اليوم بحاجه الى خليه ازمه، بحاجه الى جلب كوادر صحيه او بيئيه يعني كبيره حتى وان كانت من الخارج. انا شنو اريد؟ يجيني طبيب الا من الكتله الفلانيه، ويجيني وزير الا من الحزب الفلاني، وبالنتيجه لا هو استطاع ان يقدم ورقه عمل ولا هو استطاع ان يعالج طيب المشكله. لمصلحه من سيد علي هذا الاهمال وهذا التراجع بالناحيه الصحيه وحتى غياب يعني تدارك الازمات الغذائيه وكل الازمات في العراق، لمصلحه من؟ لماذا يجري اضعاف العراق؟ نعم، يعني اولا حتى وانا من الذين لا اميل الى نظريه المؤامره، ولكن لا يخفى على ان هناك جهات خارجيه واقليميه تحاول ان تضعف العراق بكل قدراته السياسيه، الماليه، الصحيه، وتريد ان يكون العراق ساحه للصراع وساحه للاقتتال وساحه للانطلاق وتصفيه الحسابات. هذا من جهه، ومن جهه اخرى هي خلينا نقول رجالات السلطه المتعاقبه على العراق او الاحزاب الماسكه للسلطه، هي ايضا اولا هي مو قياديه وليس لها خبره في قياده الوضع، وربما هو العقل الجمعي السائد هو تخدير حقيقه انا اعتبره للابداع، والسياسه العفويه التي يتمتع بها الحاكم وحزبه هو الذي اوصلنا الى هذه المرحله. هناك قاعده تقول الرجل المناسب بالمكان المناسب. نحن نمر في ازمه صحيه، يجب ان يكون على راس او هرم وزاره الصحه شخصيه شكرا وشخصية متقدمة في مجال الطب، شخصية مبدعة، وإن تعذر الأمر لا بأس بجلب شخصيات من الخارج سواء كانت عراقية أو حتى أجنبية لمعالجة هذه الحالة. أما أن يصل الأمر أن نفتقد في مستشفياتنا لقاح ضد عضة الكلب أنجل السامع أو غيرها من الأمور البسيطة، أو عدم استطاعتنا معالجة بعض الحروق، هي أصبحنا في مهزلة للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من بغداد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب، شكرا جزيلا لك.